تحية حلوة لكم متابعيني. اليوم تغطيتي لأهم شركة بالعراق اللي هي شركة أرميناس للبورسلين الإيطالي والصحيات الألمانية. تعالوا وياي. أهلا يا شباب، اليوم صراحة تغطيتي لأهم مكان العلاقة ويخص الصحيات. كلكم عارفين أنه أنا بهاي الفترة دا أسوي ترميم البيتي، فأول شغلة حابة أبدلها هي الحمامات، وبعد بحث جدا طويل عن أهم الشركات اللي تطلع لي صحيات حلوة وصح، جيت اليوم راح أعرفكم على هاي الشركة وجمالها وأسوي لكم تغطية خاصة. الناس المهتمة واللي يحبون يبدلون الصحيات مالتهم أو ينقلون لبيت جديد، خلي يتابعون لهاي شغلات راح تفوتكم حبايبي أنتم. وبما أنه متابعيني أنتم الأقرب إلي بالتبديل بالترميم بتغيير الأثاث بكل شيء، أخليكم بصورة اليوم راح أغير صراحة الصحيات مال البيت، الحمامات الفوق والجوة، وراح أعرفكم على الأخ ياسر. أهلا وسهلا. راح يساعدنا طبعا هواية بهواية شغلات. أول شيء استاذ ياسر، شنو هاي برزاتشي الأصلي صح؟ طبعا هذا إحنا كشركة أرميناس عندنا وكالة حصرية لبراند فيرساجا تايلز لفيرساجا بورسلين، متخصصين طبعا هم بالهوم بالملابس، فعندهم تخصصوا باخر فتره بتايلز ايضا كبورسلين. تحبون يلا ناخذ فكره تاخذون فكره طبعا شركه أرميناس من اهم الشركات اللي موجوده حاليا بالعراق. استاذ ياسر، شنو هالجمال اللي فتح النفس؟ شكرا ست. شنو هذا المكان؟ يعني حقيقه سهلة. رائع. شكرا طبعا ذوقكم هذا. الله يسلمك. بالنسبه لهذا المكان طبعا هذا البوث فيرساجا تايلز. الحلو بهذا البوث كله مستوحاة من النقشات الفيرساجية اللي هي الموجوده عندهم بالبراند، سواء على الملابس سواء على الفيرنيتشر ايضا. اكو شغله كلش مهمه بالفيرساجي، كل قطعه تجي عليها طبعه الفيرساجا حتى هذا يتأكد الزبون انه هذا البراند الاصلي بالضبط، انه هو هذا براند الاصلي بدون اي فيك او اي ما عندنا بالضبط. أوكي. حتى بحالة القطعة الصغار صور لي هنا تعال حبيبي هنا ايضا نفس الشيء حالة القطعة الصغار، انه شوف الجمال يجي. يعني حقيقة اللي رايد يبدل الصحيات او ناوي ينقل البيت جديد، شوفوا متابعيني جمالية المكان ايش قد حلو وايش قد يفتح النفس. واكرر، اللي يريد ينتقل لبيت جديد، اللي يريد يبني بيت جديد على مود يبدي ببناء صح ويأسس حمامات صح و100% يجي لهاي الشركة الرائعة. استاذ ياسر، هاي شنو القياسات؟ طبعا هذا الطابق كله قياساته متر ونص بثلاث أمتار. نعم. ليش ثلاث أمتار؟ لأنه الأفريج الحمام يكون ارتفاعه بين المترين وثمانين لثلاثة، يعني بشكل ستاندرد. الألوان اللي جاي تشوفوها طبعا الطبعات اللي جاي تشوفوها طبعات دقيقة كلش، يعني أكو احتراف بالطبعة شوف الحرفنة بالطبع ايش قد حلو بالضبط، يعني كأنه فتشي بالخيال. جمالية المكان لا تعال بناي أراوك هاي الألوان. متابعيني، يعني لاحظت بهذه الشركة أكو تعدد بالألوان وجمالية الألوان، ناخذ فكرة منك أستاذ ياسر. طبعا بالنسبة للألوان يعني كأرميناس من الشركات اللي تهتم بتنوع الألوان بمجال البورسلين، لأنه كخبرة أرميناس المدى سنين طويلة عندهم، أو خلينا نقول كشركة عندهم اهتمام بإنتاج ألوان أو وين ما أكو لون جديد وحلو يحاكي السوق. طبعاً نشوف. يلا خلينا نشوف. هذا اللون سكاي، هذا اللون الكريستال غراي مثلاً. شوف طبعاً هاي البرينتر ما موجودة أي مكان. حلو. هذا اللون ويا هذا اللون الأزرق لو تلاحظوا هذا يجي مثل حلو. نقشة تكون على شكل حرف في، بحيث ممكن يدخل ديكور هول، ممكن يستخدم داخل الحمام أيضاً. حلو. كنقشة. طبعا بالمناسبة هذا طلاءه سبع مرات. اوكي. سبع مرات مطلي. مطلي سبع مرات، يعني بحيث لا اكو تموج بالصورة ولا اكو، ولهذا مريح للعين. الريزوليوشن عالي جدا. الدقة عالية جدا. بالفعل. بالضبط. متابعيني طبعا اللي لفت انتباهي حقيقة انه الكواليتي مال الحمامات مال الخلاطات كلها عالية. يعني
ما أعرف، أحس التصوير كلش ظالم الموضوع، لأنه بالحقيقة الجمال مبهر. أستاذ ياسر، وين أستاذ ياسر؟ عافنا مو؟ لا طبعاً معافنا. بالنسبة للخلاطات، هذا الخلاط، هذا البراند يسموه جيسي. الحلو ببراند جيسي مجموعة كوليكشنات ومجاميع. هذا إيطالي؟ إيطالي. أستاذ ياسر قلنا هذا إيطالي؟ هذا إيطالي 100%. طيب. المنتوج هنا هذا كله طبعاً بالمناسبة كبورسلين كخلاطات، وهذا الطابق كله إيطالي. كله إيطالي. كله إيطالي. حلو. هذا الخلاطات من براند شركة جيسي. هذا طبعاً هاي الشركة تتميز بالتصاميم. لو تلاحظ الشاور وتلاحظ الخلاط، شيء في الخلاط يكون مثل كونسيبت كامل. حلو. يعني نفس التصميم نفس الديزاين، حتى اليد هاي اللي اشوفها تكون متناسقة ويا باقي الأجزاء، حتى اللون هذا الشامبين طبعا يطير العقل. بالضبط. فد مريح على العين وحلو ويجنن واشياء صدق تفوت. طبعا بالمناسبه اكو شغله كلش مهمه اللي هي. على كل كوليكشن اكو الوان، مثلا اكو ذهبي، اكو بلاك، بلاك مات، بلاك بولشت، خلينا نقول الكروم. ابو ناي يصور لي هذا الجمال، باعوا الجمال، باعوا الالوان المريحه، باعوا الكواليتي مالته، يعني بصراحه لا يفوتكم. الشركه تاخذ العقل، عندكم اوبشنات كلش هوايه اذا اردتوا تسوون صحيات، والاخ ياسر راح يساعدكم بهوايه امور وبقيه الستاف الموجود. صور لي هذا الجمال ابو ناي. هذا جولد مات، يعني مو جولد بوليش، مطفي. بالضبط. اليغانزا كوليكشن. كل الكوليكشن حتى الاكسسوري يجي بنفس التاتش، نفس الديزاين. جنن. شوفوا التفاصيل، شوفوا التفاصيل ايش قد حلوه وايش قد رائعه. هذا السكشن ابو ناي، راح نطلع من هذا السكشن الحلو الرائع، نروح للاشياء اللي احنا راح نختارها للحمامات مالتنا. شفتوا جمالية هذا المكان، شفتوا الشاور، شوف شوف أبو ناي، شوف هذا الشاور يجنن، شوف الجمال ده تشوفون، يعني رائع. واحد بس يعجبه يصبح. متابعيني أراويكم هذا الهاي فايف كوليكشن، يجنن. ستايل الراديو هذا طبعا، ستايل الراديو، شوفوا ستايل الراديو، هاي الأشياء اللي تفروها مع الراديو، هذه وهذه الدقام هنا تحولون الموجة، راديو دجلة ورأفة. باعش قد حلو، وهذا اللون يجنن، هذا من أحلى الألوان دا تشوفون. هسه إحنا راويناكم كل شيء، وعفنا موضوع حماماتنا، وينك أستاذ ياسر؟ ايه؟ حماماتنا شو راح يصير عليهم؟ حماماتكم موجودة، ايه مختاري لهم، أريد يكونون كيكاتي بالصورة، فتعالوا يا ايه تعالوا. طبعا بالنسبة لحماماتكم إحنا اختارينا اللون الاسود اللي هو سحاره نويل والترافرتين، سوينا طبعا ميكس بيناتهم، صار على شكل تصميم. وان شاء الله الحمام راح ينفذ بعد اللي هو فتره هذا بسيطه. هذا للمعيشه. بالضبط، حمام المعيشه. حمام صح، حمام المعيشه. والحمام الفوق ايش سوينا؟ حمام الفوق اختارينا اللونين هذا اللي هو مزجنا بين اللون الازرق هذا. اوكي. وهذا مكسنا. بالضبط، هذا حمام المعيشه كلش حلو. تتخيلون متابعين يكون شلون طبقه كامله ايش قد؟ 3 امتار ارتفاعها. 3 امتار. اوكي. قطعه كامله تقعد، تجي قطعه كامله تقعد. بدي تشوفون متابعين ايش قد حلو المكس بين هذا اللون وهذا اللون. يجنن يجنن. زين البانيو ما نشوفه صح؟ متابعيني هذا شكل البانيو اللي اختاريته للغرفة الفوق اللي هي خاصة. لا تنسون طبعا المساحة تلعب دور، صح أستاذ ياسر؟ أكيد 100%. حاسبين حساب المساحة. إيه المساحة تحكم، فأعتقد هذا جدا مناسب كاختيار للغرفة الخاصة بينا. بقية التفاصيل إيش راح نسوي، إيش راح نضيف، إيش راح نخلي، أكيد راح أخليكم بالصورة. عندنا البراند الأصلي للجاكوزي، شرحت للأستاذ فهد الجاكوزي البراند الأصلي، يعني مو أي شخص يجيب جاكوزي، لأن يعني هذا تعامل ويا المي والكهرباء، فأكيد يكون لازم يكون براند 100% أمين وسيفتي 100%. حلو. ستايل مغاسلنا ببيتكم راح يصير هيك تقريبا، كلش حلوة مرتب. بس باعوا لي فقرة الدوش اللي بعدين راح احكي لكم عليها. شوفوا
تشوفوا بعض. هذا ميكانيك استاذ ياسر، هذا طبعا كله ميكانيك 100%. حركه المي بيها كلها طبعا. هذا يكون الاكسترنال، اكو بلت ان جوا نظام دفن جوا كامل مكمل، يجي ست حركات. حبيتي هذا؟ اكو طبعا منه الوان، اللون بس يعجبك تصبح لون الذهبي ممكن اكو منه يجنن. ستيم بخار. أوكي. هذا اللي انت بيه شاور. شكد حلو، حبيت حبيت. صور لي هذا ابو ناي باع الجمال. ها يعني قلت انا ما اصور حشوقهم، بس ما قدرت ما اصور لكم هاي الاشياء الجميله واللطيفه. شوف هذا البول هناك، هناك زقد حلو كلش حلو. هذا المسبح طبعا احنا نغلف مسابح ايضا كمواد. هذا الماده يسموه سيتشس ايطالي. أوكي. طبعا براند قديم ايضا له في التاريخ كلش قوي. هذا اللي تشوفوه كله النقشات هاند ميد، يعني تركيب يدوي. الصوره فمستوحاه مثلا من عندهم مصممين مالتهم، فعندهم هاي التفاصيل هم يسووها. كلش حلو، كلش عجبتني، بحيث متعت نظري بالاشياء اللي موجوده. اكرر عندكم تبديل صحيات، عندكم انتقاله من بيت الى اخر، لا تتعبون نفسكم ولا تدوخون.